أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. في 22 من آذار من عام 1945 اقترع البريطانيون على خسارة تشرشل الذي قاد بلادهم إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. لم يفعل صاحب شارة النصر الشهيرة شيئا سوى إن قال لسكرتيره: ماذا نفعل يا عزيزي؟ إنها الديمقراطية التي ستجعلني أنصرف إلى هواية مفضلة، الرسم والكتابة. وبعد سنوات يقترع الفرنسيون ضد التعديل الدستوري الذي اقترحه ديغول، ولم يفعل الجنرال الذي حرر فرنسا من الألمان سوى أن وجه رسالة قصيرة للشعب جاء فيها: اعتبارا من اليوم أتوقف عن ممارسة عملي رئيسا للجمهورية الفرنسية، في مقابل صورة المسؤول الملتصق بكرسيه. نشاهد يوميا صورا لمسؤولين يعتبرون أنفسهم جزءا من التغيير والتطور الذي يشهده العالم. في عراق اليوم يصر العديد من مسؤولين على المضي قدما في إعادة إنتاج نظام ديكتاتوري جديد، ولهذا نراهم يرفضون مبدأ التداول السلمي للسلطة، محذرين من أن تتحول الخلافات على المناصب إلى نزاعات مسلحة كما أخبرنا سعد المطلبي، أو أن غياب دولة القانون عن السلطة سيدفع بالبلاد إلى فوضى كما يبشرنا جوقة المحللين السياسيين في الفضائيات. لا أريد من هذا المقال مقارنة ساستنا بديغول أو تشرشل، فأكيد لا أحد منهم لديه هواية الرسم والكتابة، وأيضا لا أحد منهم يؤمن بالتداول السلمي للسلطة. فنحن لا نملك برلمانا يذهب إليه المسؤول ليقدم كشف حساب بما قدمه للناس وما من قضاء يحاسب المخطئ. الأنظمة الديمقراطية تعطي الحق للناس بانتخاب من يمثلهم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لكن ديمقراطيتنا العرجاء تريد أن تنقل إلينا نموذج ما ننطيها. وحين نقول يا سادة ألا تكفي كل هذه الأموال التي نهبت، يكون الجواب إنهم وحدهم القادرون على إنقاذ البلاد من الكوارث، وإنهم ماسكوا العراق ولولاهم لانفرط عقده. من سوء الحظ أنه بعد سنوات فلا يزال كثير من سياسيين يمارسون الخديعة والكذب، ومن سوء الحظ أيضا أن مسؤولين كبارا يتغنون بالديمقراطية كل صباح، لكنهم لا يمانعون من الانقضاض عليها حين تتعارض مع مصالحهم الخاصة. لا ديمقراطية إلا لنفس الوجوه، والباقي خونة ومتآمرون وينفذون أجندات خارجية. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحليلا لإيشان ثارو أشار فيه إلى أن العنف الأخير في العراق هو تعبير عن خلل دائم في بنية الدولة العراقية. وقال في البداية: كان هناك غضب ثم احتجاجات ونوبة من العنف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، والآن هدوء هش. وعانت بغداد في معظم العقدين الماضيين من النزاع المستمر، عدم الاستقرار والمأساة على قدم المساواة، إلا أن الفوضى التي غمرت العاصمة العراقية ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء تعتبر العنف الدموي الأكبر الذي شهدته منذ سنين. وتحدث الكاتب عن المواجهات بين أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة الخضراء المحصنة، واقتحامهم القصر الجمهوري، واختراق صوت الرصاص المنطلق من الرشاشات وجلجلة المقذوفات الصاروخية قلب المدينة، وانتشر العنف في أنحاء البلد حيث داهم أنصار الصدر مكاتب الميليشيات المؤيدة لإيران في عدة مدن عراقية. وما سيحدث في المرحلة المقبلة هو مجرد حدث، فالصدر أصبح جزءا مهما من السياسة العراقية الحالية، يموضع نفسه كشعبوي وطني ولديه قاعدة كبيرة من الأنصار، لكن ليس لكل الشيعة في العراق.
وتظل مقامراته جزءا من التنافس الشيعي الشيعي، يهدد بزعزعة استقرار البلد الهش وتعقيد المعادلة للنظام الإيراني الديني والذي يمارس من وقت طويل التأثير في بغداد. إن الخلل الوظيفي في السياسة العراقية كان ملمحا في الحياة المدنية منذ الغزو الأمريكي قبل عقدين، ومكن الطائفية ونظام جماعة المصالح. وقال رناد منصور الباحث في تشاتشام هاوس إن إثارة العنف، الاحتجاجات، زعزعة الاستقرار هي قواعد اللعبة في السياسة العراقية الآن، حيث يحاول الصدر تعزيز قدرة أتباعه على العنف كوسيلة للتفاوض والحصول على تنازلات من خصومه المفترضين. ويضيف تقرير صحيفة واشنطن بوست: لا توجد هناك أدلة عن قدرة الصدر أو المالكي علاوة على المجموعات الأخرى التي تتدافع على السلطة لتسوية خلافاتها قريبا. وأعلن الصدر يوم الاثنين عن اعتزاله السياسة، وهو ما أدى إلى هياج أنصاره. وفي أعقاب ما حدث لم يختفي الصدر من المشهد بعد عنف جديد يلوح في الأفق. ويرى سجاد جياد من معهد القرن الأمريكي الجديد بأن الخاسر الأكبر هي الدولة التي وقفت متفرجة أمام صراع جماعتين مسلحتين للسيطرة وحتى يتم التوصل إلى حل مناسب. فالاحتجاجات والعنف أمور ممكنة، وخلف التوترات الحالية قلق أعمق. ففي السنوات الماضية ظهرت حركة احتجاج تغذت من إحباط الجيل الشاب وحاولت تغيير الوضع القائم الذي يرتبط به الصدر، لكنه يعارضه بطريقة انتهازية، ولا يوجد هناك منظور لحدوث إصلاح يستجيب لمطالب الشباب ويحول ثروات البلاد النفطية لمعالجة احتياجات الناس. أصبح النظام فاسداً من الناحية الاقتصادية والأيديولوجية، وعليه أصبح أكثر قهراً، فحملات القمع التي قامت بها قوات الأمن في السابق قتلت المئات من الناشطين والصحفيين والمعارضين. ونظام في بغداد هو بالطبع إرث الغزو الأمريكي والاحتلال والتأثير الإيراني الذي وجد طريقه في أروقة السلطة بعد الإطاحة بصدام حسين. والقوة الشيعية في الشرق الأوسط لها خط مباشر إلى العراق، بما في ذلك الحشد الشعبي، لكن الكثير من العراقيين ينظرون إليها نظرة سخط بسبب تنمرها وتدخلها في النظام. واختلف الصدر في الأشهر الأخيرة مع الإيرانيين، ولهذا زاد من خطابه المعادي لهم. وتقول رندا سليم من معهد الشرق الأوسط: تضررت الماركة الإيرانية بشكل كبير بين الشباب العرب وتحديدا الشباب الشيعة، وبات ينظر للماركة الإيرانية على أنها الحكم الفاشل، الحروب الأهلية والارتباط بالجماعات التي قتلت اللاعبين في المجتمع المدني. تقول الكاتبة مريم مشتاوي: طبقا لتقارير دولية، فإن العراق يعتبر من بين أكثر 5 دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة والانخفاض المستمر في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود بنتها إيران وتركيا. وقد تسببت ظاهرة الجفاف والتصحر أيضا في ارتفاع مستوى البطالة، حيث أغلقت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة والرعي. اللافت أن حكومات المحاصصة الطائفية التي جاءت إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 لم تولي المناطق الزراعية أي اهتمام، ولم تضع في برامجها السياسية استراتيجية لمواجهة التبدلات المناخية التي تجتاح العالم، بل كانت أنشطتها محصورة فيما سمي المنطقة الخضراء. وبالطبع التنافس على الحصص كان على الدوام بين الولائيين التابعين لإيران على حساب المواطن العراقي البسيط الذي لا يعرفه الساسة إلا في فترة الانتخابات.
ليس الجفاف والفساد السياسي وحده هو الذي يستشري في جسد العراق الذي أنهكته الحروب والاستبداد لعقود، وليست الأحزاب الطائفية فقط هي ما تشكل التهديد الأبرز الذي يواجه مستقبل العراقيين. هناك تهديد أشد فتكا يهدد أرض الرافدين ومهد الحضارات هذه الأيام، ألا وهو الجفاف الذي يضرب البلاد الحزينة واليتيمة من جنوبيها إلى شماليها. إن الجفاف قد ضرب بشكل قاس منطقة الأهوار في جنوب العراق، وتظهر كيف تسبب انحسار المياه في تلك المنطقة المدرجة على لائحة التراث العالمي بهلاك نحو 750 جاموسة. وقد أدى أيضا إلى هجرة جماعية للعوائل التي تسكن المنطقة وتعتاش على خيراتها منذ عشرات السنين. قد لا يكون التغيير المناخي الذي أصاب البلاد أولوية لأي حكومة عراقية مقبلة، مثقلة بالكثير من القيود الاقتصادية والسياسية والإقليمية، لكن الجوع الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق سيسقط أقوى الحكومات والأحزاب والميليشيات المسلحة العابرة للهوية الوطنية العراقية. تحت عنوان الخيبة الفرنسية في مالي انسحاب بطعم الهزيمة، يقول الكاتب جلال الورغي في مقال نشره موقع الجزيرة نت: هل كان متعمدا أم صدفة أن يتزامن انسحاب آخر جندي فرنسي من مالي مع مرور عام بالضبط على انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان؟ تفخر الإعلام الفرنسي بالطريقة الهادئة التي اتسم بها الانسحاب، مقارنا بينها وبين الفوضى التي صاحبت الانسحاب الأمريكي قبيل عام الذي وصفه الشركاء الألمان بوصمة العار. لكن عند تعميق النظر لن تجد اختلافات كبيرة في حصيلة التدخلين في كابول وبانكوك. غادر الجيش الأمريكي القادم قبل 20 عاما من وراء المحيطات إلى أفغانستان للإطاحة بحركة طالبان كمهمة أساسية، وغادر ليراها تعود وتتسلم السلطة في اليوم الثاني من انسحابه. قد يبدو النجاح الوحيد الذي حققه الرئيس الفرنسي الجامح أنه استفاد من فضيحة الهروب الأمريكي الصاخب من أفغانستان، وأمن هروبا هادئا من دون صخب أمني وإعلامي حتى لا يكاد يذكر في وسائل الإعلام، وبدا أنه انسحاب أشبه بالتسلل والهروب. فرنسا هي الأخرى وهي تستجمع ترسانتها العسكرية وتفكك قواعدها العسكرية التي أقامتها في مناطق حيوية بمالي عندما حلت بها قبل عشرة أعوام بهدف القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة التي رأتها توشك أن تبسط سيطرتها على مالي ومنطقة الساحل. غادرت هي الأخرى وخلفت وراءها قيادة مالي معادية لها ونحو ثلاثة أرباع من مساحة البلاد تحت سيطرة المجموعات المسلحة، فضلا عن دخول الروس البلاد عبر مرتزقة فاغنر متعاونين مع الحكم العسكري المسيطر على البلاد. فبعد عشر سنوات من التدخل فشلت فرنسا في إحلال السلام في مالي ومنطقة الساحل، وخلال هذا التدخل قتل 5622 من المدنيين في النيجر و8200 في بوركينا فاسو و12143 في مالي. ووجهت القوات الفرنسية اتهامات بقتل مدنيين على سبيل الخطأ، كما واجهت اتهامات بتسليح جماعة قبلية للاستعانة بها عسكريا، فارتكبت انتهاكات جسيمة في حق السكان. واستمرت الهجمات بعد إعلان الانسحاب في مالي وفي المنطقة. انسحبت القوات الفرنسية من مالي منتصف أغسطس آب، وكان انسحابا مخيبا بطعم الهزيمة. فك علماء في إسبانيا الشفرة الجينية لقنديل البحر الخالد، وهو مخلوق قادر على العودة مرارا إلى حالته اليافعة على أمل اكتشاف سر الطول الفريد لعمره وإيجاد أدلة جليلة فيما يتعلق بتقدم الإنسان في العمر. في دراستهم التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، رسمت ماريا باسكوال تورينيو وفيكتور كيسادا وزملاء في جامعة أوفيدو خريطة للتسلسل الجيني لتورتوبسيس دورناي، النوع الوحيد المعروف من قناديل البحر القادر على العودة مراراً إلى مرحلة اليرقة بعد التكاثر الجنسي.
وكتب العلماء أن العديد من أنواع قناديل البحر لديها بعض القدرة على عكس الشيخوخة والعودة إلى مرحلة اليرقات، لكن معظمها يفقد هذه القدرة بمجرد بلوغه مرحلة النضج الجنسي. وقال مونتي جراهام خبير قناديل البحر ومدير معهد فلوريدا لعلوم المحيطات والذي لم يشارك في هذه الدراسة، يقول: نعلم أن هذا النوع قادر على القيام ببعض الحيل التطويرية ربما لمدة 15 أو 20 عاما. يتناول البشر الشوكولاتة منذ مئات السنين، وخلال السواد الأعظم من تلك الفترة كان يتم استهلاكها في هيئة سائل يصنع من حبوب الكاكاو. بعض الثقافات وليس كلها أضاف السكر والحليب والأغلفة البراقة، ولكن هؤلاء الذين لا يزالون يستهلكون الكاكاو بالشكل التقليدي أثاروا جدلاً حول ما إذا كان من الممكن أن تكون الشوكولاتة مفيدة لصحتنا. على سبيل المثال، لوحظ أن الهنود الكونا الذين يعيشون في جزر سان بلاس في بنما يتمتعون بضغط دم منخفض لا يرتفع مع تقدمهم في العمر، كما أن نسبة تعرضهم للإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية ومرض السكر والسرطان ضئيلة، في حين أن متوسط أعمارهم مرتفع وفق ماجي ماكولو مدير أبحاث علم الأمراض برابطة السرطان الأمريكية. والآن إلى الكاريكاتور. والآن إلى فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعني بحس إنه التاريخ وقف، يعني عند التاريخ وقف على 21/6/2013، يمكن لأنه تغيرت حياتي. تغير دوري بالحياة، تغير إنه أنا يعني ما عدت بس أم، صرت أم وأب، استغلال من كل الجهات. بحسوها عاد لأمي سائغة، إنه خلص هي صارت مستغلة، كل شيء بده مقابل. انا بانه اذا انا مثلا اللي كنت رحت تركت مثلا، يعني انا اعتقدوا الى زوجي اكيد ما حيترك اولاده، يعني اول شيء يعني ما حيتغير عليهم شيء، حيضلوا عايشين نفس المبنى، هو بوظيفته راتبه ماشي، انا ما في، يعني انا هو اخذوا له اخذوا المورد، يعني اخذوا السند بس اما اولادي كانوا ضلوا بالمدارس وتعلموا وما صار عليهم شيء، ما تغير، يمكن يكون اجاهم خاله مرتقب بس يصير عنده الخاله مرتقب، بس انه كانت امورهم احسن من هلا. Thank you.
يعني حدا كان مسكر عليه الباب، يعني ما بطلع ولا بشتغل ولا بجيب حتى إذا اعتزت مثلا خضرة خبز شيء قبل الضرب وقبل الحرب وقبل، أنا ما كنت بطلع بجيب هاي الأشياء أبدا. يعني ما يعني نحن شوي يعني محافظة كتير المنطقة اللي نحن فيها، فيمكن هذا أكبر سبب خلاني إنه أنا أقعد بالأول، إنه شو عم بعدين شو عم بستنى ومين اللي حيجي يسندني، مين إذا ما أنتي قمتي لأولادك مين اللي حيجي يقومي. الشيء السلبي خسرت من الأشخاص بصراحة، بس الشيء الإيجابي أني أنا قوي، صرت أحس أنه أنا إنسان وعندي كيان، أنا قادرة أني أحمي أولادي وقادرة أني طعميهم وقادرة أني أعيشهم، وأنا بقدر طلعت أشتغل وأنا بقدر أتعلم. مو أنا هدليك المرة اللي مسكر عليها باب البيت وقاعدة جوا، لا. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.